خيرا من جنتك. أصبح يقلب كفيه على ما أنفض فيها ويا هاوية على أمرها ويقول يا ليتني لم أدرك ربي أحدا فكن له في عطية مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تجره الرياح وكان كل شيء مبدلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات صفا لقد جئتمونا كما أرناكم أول مرة فارجعتم فلن نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه خلق السماوات وهذه على خلق أنفسهم ما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين جعلتم فدعوهم فلم يستجيبوا اللهم اجعلنا بينهم موبقا وضع المجرمون النار صرفنا للناس في هذا القرآن للناس من كل مثل كان للذار وذل يهتدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ربك الغفور ربك ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وعرا ويهتدون بيدك فلن يهتدوا إلا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا قال موسى لفتاه
نسيت الخوف وما أنساني إلا شيطان أن أذكره حتى أنسى بنوم الله.